أعتقد أن ما جاء في التدخلات ديال الأخ عبد الإله ولا ديال الأخت أن ربما أنها تحمل الكثير من التخوفات والهواجس لدى جميع المواطنين، ونحن هنا ننقل تلك المخاوف وتلك الشكوك المرتبطة بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. احنا اليوم أمام جيل ثالث من الآليات ديال التدبير ديال المرافق العمومية، وهي الشركات الجهوية التي سيتم إحداثها في مجموعة من المرافق. صراحة أن فاس باعتبار أن الماء والكهرباء يتم من خلال بفاس يتم توزيعه عن طريق الوكالة الحضرية اللي هي تابعة لجماعة فاس، وهذا الإطار هذا هو عنده مجلس إداري وعنده واحد مجموعة من الامتيازات ومكتسبات طيلة هذه السنين، فيها واحد المجموعة من العقارات، مجموعة من العمال، مجموعة من الأمور اللي التخوف الكبير عليها نتيجة ديال الإحداث ديال هاد الشركات، خصوصا وأن هناك مجموعة من العمال اللي واش غادي يبقاو، كتطرح مجموعة من الأسئلة، واش غادي يبقاو محتفظين على نفس المكتسبات اللي حققوها من قبل بمجرد الاندماج ديالهم في هاد الشركات المتعددة الخدمات، ولا أنهم غادي يفقدوها. زيادة على هاد الشيء هذا هو أن هناك مجموعة من المداخل، وهي اللي كتهمنا بشكل أكثر، مجموعة من المداخل اللي كتجي للجماعة ديال فاس، اللي كتحققها جماعة فاس من لا رضيف ولا من المطرح العمومي عين بيضاء، ديال عين بيضاء. بمعنى أن هاد المداخل هذه احنا كنتسائلوا كيفاش غادي يتم الاستخلاص ديالها بالنسبه للجماعه، كيفاش ان الجماعه غادي تحاول انها تاخذ هذه المداخل المرتبطه بواحد الممتلكات اللي هي ديال الجماعه. بمعنى ان الجماعه اليوم غادي تدخل في واحد الاطار قانوني فيه واحد المجموعه ديال الجماعات، هو في اطار السياسه العامه ديال الدوله، وحنا بالعكس مادام كاين هناك تعاون والتكاتف الجهود من أجل الخروج من المشاكل اللي كيعانيها المغرب بشكل عام، ما يمكننا إلا أننا نصفقوا لها وأننا نوافقوا عليها، ولكن لابد من حفظ أو الحفاظ على المكتسبات. الحفاظ على المكتسبات مرتبط أساسا بالمداخل، مرتبط أساسا بالممتلكات، مرتبط أساسا بالنسبة لما سيتم استخلاصه من هذه الشركات بالنسبة لجماعة فاس. شكرا.